بسم الله الرحمن الرحيم. In English, everything is written in gag voice, in the magazine or gag magazine. Which will be delivered upon request. And for gag voice, it will be for the Arabic community. In this video, in the YouTube, titled Somat Design System Owner Ahmed Sarraj. Assigned as a system owner. Our team in Gag Magazine is 4 people. All SME and Ahmed Sarraj is SME 5200. He is subject matter expert. In Jeddah business and especially cold store. So this is like a kickstart for his system, which is written in this video, in this article. So anybody can read it. When we receive the first order for the magazine, this magazine will not be in the social media or in the YouTube. It will be distributed also the voice, the Arabic voice, through the WhatsApp business. Okay, I will switch to Arabic. بالعربي أقرأ لكم مجلة جاج، جاج فويس، صادرة من لندن، تطبع في مصر وتوزع عن طريق شركة مكة سمارت شمس إيجيبت تدريب، مسجلة في مصر، شركة استثمارية ولها عنوان 6 ترسة تقاطع الماروطية هرم. هنا من نحن؟ فبدأ التعريف بالمشروع الأول وهو سومات 200، ومالك هذا المشروع هو XI5200، خبير شأن
البيزنس في جدة، له خبرة أكثر من 30 سنة، الأستاذ أحمد سراج. ومكتوب في المجلة سراج بالعربي، سراج بالعربي، ذكر في الآية 13 في القرآن الكريم، الصورة 78، وهي صورة النبأ، قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. فالسراج الوهاج هو ما يعرف الآن وأدق تفسير للسولر بي في، يعني شرائح التي تباع في علي بابا، الطاقة الشمسية، شرائح الطاقة الشمسية، وهي تباع بالكيلوات أور. يعني لو أنت أي أحد بحث، أو نقدر نعرف السعر، يتراوح السعر 40 سنت لكل وات، يعني أقصى سعر ممكن من 20 سنت ل40 سنت، يعني بانل أو 1 كيلو وات أور اللي هو 1000 وات، 1040 ب400 ب40 سنت، قصدي 0.4 ب400 دولار. طبعا هذه قيمة الفوتو سيل، السيل، لأنه باقي الأشياء لها قيمتها وتضاف. مثلا إذا تبغى 1 كيلو وبالتركيب أو بكل الأشياء بالبطارية بكذا، ممكن يوصل الكيلو إلى 1200 دولار، أو مع الشيد مع المظلة يوصل إلى 2000 دولار بالتركيب الكيلو وات أور، يعني يطلع الوات ب10 دولار. لكن نعود، لأن هذه التفاصيل ستذكر أيضا في المجلة، لكن مع المشاريع اللي هي مثلا مباني مثل الثلاجة، ومثل مباني المصانع والهانجرز، وحتى البيوت لما تكون كاملة بالطاقة الشمسية وفي منطقة لا يوجد فيها لا كهرباء ولا ماء. فإذن كما جاء في الآية 13 في سورة عمة رقم 78، أدق وصف لهذه الخلايا الطاقة الشمسية سيل هو سراج وهاج، لأنها تعتمد، تعطي الكهرباء ليس من حرارة الشمس، من وهج الشمس. يعني لما تكون في مكان حارة يقل إنتاجها، ولما تكون في مكان مثل لندن غيوم كثير يقل إنتاجها، فهي تعتمد على صورة وهج الشمس. الوهج هو الصورة. فمجلتنا فيها معلومات ثقافية كبيرة وهامة
ولكن تطلب يعني بعد الطباعة أو تطبع بعد الطلب. يعني مثلا كل 50 يتم طباعة، كل 50 طلب أقصد المجلة الورقية. فما كما قلنا أيضا في سورة عمّة الآية التي تليها آية 14 في القرآن الكريم سبحانه وتعالى، طبعا السورة 78، فعندنا كتبنا آية 14 بي سي بي يعني بوك القرآن، سي 78 يعني سورة رقمها 78 لسهولة المرجع. يعني ممكن توضع في المجلة هذه الآيات في الفهرس. أيضا كما ورد سراج وهاج له علاقة بأحمد سراج، يعني قلنا في المجلة. طبعا هذا يعني سراج وهاج، وهنا عندنا أحمد سراج. السراج باللغة العربية هو من يؤمن السراج، يعني مهنة السراج من يؤمن السراج، وكذلك عشان كده سميناه سيستم اونر، يعني من يؤمن السراج. ماء ثجاج وردت في الآية 14، يعني في الآية 13 وجعلنا سراجا وهاجا، ثم بعدها آية وأنزلنا، يعني كأنه في ربط بين الفوتوفولتيك اللي هي الخلايا الشمسية ونزول الماء، وهذا الآن حاصل. يعني ممكن إنتاج الماء من الطاقة الشمسية اللي هو ماء الأثير، ولذلك أخذنا أيضا زي سراج وهاج ماء ثجاج، هي الكلمة المختصرة الدالة على المكائن الموجودة اللي اسمها AWG أو مكاين إنتاج ماء الأثير، وهي موجودة. يعني في ماكينة اسمها أو رقمها سكاي ووتر، شركة سكاي ووتر 300، هذه تنتج 1000 حسب تقديرات المصنع. طبعا هي تعامل إنها تنتج 500 لتر في اليوم، وهي AWG. AWG إذن هي ماء ثجاج، يعني ماء ثجاج، جهاز الماء الثجاج، ماء ثجاج اللي هو من السماء وليس. ماء السماء من سكاي ووتر 300 يتقاطر، يعني قطر الماء من السماء، ويسمى علميا أو في السوق الاسم التجاري AWG machines. لو بحثت AWG atmospheric water
جنريتر يعني مولد. نشاهد في الفيديو أيضا عملية أو مشروع أحمد سراج له 5 مراحل وهو للتأمين الغذائي، يعني إنشاء، طبعا هو متخصص في إنشاء ثلاجة، أيضا ثجاجة وثلاجة، في تناسب بين ثجاج، أنزلنا من السماء ماء ثجاجة، الماء لما ينزل من السماء يبرد حتى المناخ، يعني يكون الحر بعدين ينزل الماء، فالماء ينزل بارد من المكاين المخصصة لماء الأثير، فهنا ثلاجة، فهو الأستاذ أحمد سراج حامل السراج أو مورد السراج أو مؤسس السراج في هذا المشروع. فهناك 5 مراحل آخرها مرحلة الاشتراك، آخرها مرحلة الاشتراك. وذكرت لايف سايكل، أي مدة المشروع، مثلا 20 سنة، وكوست استيميت يعني تكلفة مدة المشروع، يعني المشروع عشان يشارك فيه الإنسان طبعا في مرحلة التقدير السعر وهذا مجانا، وفي مرحلة التصميم داخل في تكلفة المشروع، ثم مرحلة سميناها أدراج الثلاجة 200، يعني تصميم أدراج الثلاجة أو أدراج الثلاجة، طبعا تصمم لأنها داخل الثلاجة، ثم مرحلة الشراكة في الأدراج، يعني نطلع كل درج كم يساوي، يعني أحجام الأدراج واحدة، وممكن الدرج طبعا موزع فيه 5 أماكن لتخزين الغذاء المهدد طبعا للأمن الغذائي، يعني 200 شخص. طبعا ذكرنا في فيديو سابق انه 200 ينتموا الى 5 عوائل او 5 أسماء ويكونوا جيران، يكونوا جيران حتى يسهل، والثلاجة تكون في أي مكان يعني حتى لو بعيد عليهم، لأنه سيطلبوا من الأدراج، يعني كل عائلة عندها 40 درج، الطلب يا أسبوعي يا كل أسبوعين فقط، فهو يعني جميع 200 شخص هؤلاء ال5 عوائل قد يكونوا في اسم وجيران اشتركوا معه. المرحلة الأولى قلنا التقدير المجاني لهؤلاء 5 عوائل أو 5 أسماء ويكونوا جيران، يعني توصل الطلبية لكل واحد من 5 وهو يوزعها، يعني التوصيل ل5 مواقع ويكونوا جيران. ما يهم لو كان جيرتهم في حي واحد وفي أول الحي وآخر الحي ووسط الحي، يعني يكون الحي كمان 400,000 فيه، فما يهم يعني كبير،
بس ما يكون الحي مثلا مليون أو أكثر، صار ما هو حي. فإذا المراحل التقدير اللي هي الكوتيشن فري حتى يلتحق الناس، بعد ما يلتحق الناس نشوف تكلفة التصميم، ثم نشوف تحديد الأدراج على كل درج كم. طبعا الأسماء 200 لازم تكون موجودة، يعني ما يقبل واحد يسجل 40 بدون الأسماء، يعني قائمة بالأسماء، لأن كل درج باسم، حتى لو كان طفل رضيع مولود، يعني لازم يكون حي اسمه ورقم هويته، الرقم الوطني يعني. لازم طبعا، مو لازم انه يكون مثلا لو كان الحي في جدة مو لازم يكونوا سعوديين. طبعا الاشتراك لمدة 20 سنة، تأمين الغذاء من الدرج. فالدرج مقسم لخمسة أجزاء، مثلا مكرونة، لحم مجفف، شعير، ذرة، تمر، الغذاء اللازم. طبعا ما يكون في الدرج أي حاجة طازة، يعني مثل الخضروات وكذا، لا، لأن التخزين لمدة سنة، يعني لو ما طلب أسبوع بعد أسبوعين موجودة، طلب الكمية بعد شهر بعد شهرين موجودة وما تخرب. يعني أقل طلبية ممكن سنة، السنة مرة، كل سنة تجديد، لأنه الدرج يكفي سنة، مؤونة سنة. فالمراحل طبعا قلنا مرحلة التصميم ككل، وهذا مكلف، ممكن يطلع $5 $10 حسب التسجيل، يعني مثلا 200 $5 $1000 أو $10. طبعا المكان لو كان يحتاج طاقة شمسية وما في كهرباء ولا في ماء، هنا يكلف أكثر. أما لو كان في كهرباء، طبعا الثلاجة تعمل بالبطارية حتى لو في كهرباء، ما تعمل بالكهرباء، يعني مهيئة لاستقبال الطاقة الشمسية أو بطارية الطاقة الشمسية أو بطارية الكهرباء، تشحن الكهرباء عشان تشتغل وتكون مدعومة بالمركز الرئيسي في تتبع تعبئة الأدراج وتفضية الأدراج، يعني زي المخزن، خزين لغذاء سنة. طبعا المرحلة، مرحلة شراكة الدرج اللي هي في التصميم، مثلا $5 أو $10، فهنا كل الأسماء لازم يدفع المبلغ ده للتصميم، ثم بعد التصميم يعتبروا مسجلين رسمي، حتى يندفع مثلا مبلغ التكلفة، مثلا ممكن يكون $200، يبدأ الطلبية من المصنع. وهذا المشروع ما ياخذ، وتحديد الموقع، يعني فين الثلاجة حتكون، عند من واحد من الخمسة أو غيره، مثلا ما في واحد من الخمسة بيستقبلها، المكان الكذا، فكل التكلفة تتحدد وتتوزع على كل شخص، يعني يطلع على الشخص $100 أو $200 أو $300 حسب ظروفه، لأن الثلاجة برضو تكون قريبة منهم، يستطيعوا يزوروها، يعني يستطيع كل واحد يروح وعنده مفتاح رقم سري للدرج حقه،
يعني كأنه خزينة برقم سر، يقدر يروح ويتفقد يعبيها، يعبي الدرج، يفضي الدرج تحت إشراف شخص موجود أو أشخاص موجودين، يتصل بهم، يزور الثلاجة يعبيها، حاب ياخذ خدمة التعبية من الأشخاص الموجودين ممكن يداوم 24 ساعة نفرين وشفتات، يعني ممكن يتوظف فيها 8 أشخاص أو 16 شخص. هذه مراحل التنفيذ بالمبالغ اللي مدفوعة لللايف سايكل كوست اللي هو خدمتها مدة 20 سنة. فالمبلغ اللي يطلب للتأسيس وللتشغيل لما يشمل التوصيل والكهرباء وكل شيء وإيجار المكان وكل حاجة. أكتفي بهذا القدر. طبعا نشوف نحن حتى في الفيديو هذا على اليمين من المجلة باللون الأخضر بعض المعلومات اللي كانت في الفيديو السابق، زي مثلا 200 فمش اللي هي family member shareholder. اللي هم 200 بس. ونشوف أيضا الثلاجة ونشوف مشاريع أخرى. نحن نتكلم الآن على مشروع الثلاجة اللي هو يملكه الأستاذ أحمد فراج الخبير SME في شأن أسواق هذه الأشياء، يعني نفذ منها كثير وكان مسؤول عن ثلاجات ونفذها لكثير من عملاء كخدمة يعني وتأجير وكذا، فعنده خبرة. أكتفي بهذا القدر وشكرا.